السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصدقائي كل لحظة، وحضرتكم بخير، كل عام وانتم بألف خير. اللهم امين على كل دعوة في قلوبكم يا رب. اسعار الدولار والعملات في السوق السوداء، وسعر الدولار في البنوك، واسعار الذهب معانا من قناتي انا وحياتي باذن الله ليوم الثلاثاء 2/1/2024. اولا سعر الدولار في البنوك، سجل الدولار الأمريكي في البنوك 31.03 جنيه. أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء، جنيه استرليني 67.52 جنيه، بيع 68.02 جنيه، الدينار الليبي 11.12 جنيه، اللي بي 11.31 جنيه، الدينار البحريني 142.48 جنيه، اللي بي 145.48 جنيه، الريال العماني 137.78، اللي بي 142.78، الدينار الكويتي 172.61، البيع 177.61، ريال القطري 14.57، البيع 14.77، الدرهم الإماراتي 14.44، البيع 14.64، ريال السعودي 14.14، البيع 14.35، اليورو في السوق السوداء 58.63، البيع 59.13. أسعار الدولار في السوق السوداء، كما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، الدولار اشتعل تاني في السوق السوداء، الشراء سجل 53.04، البيع 53.29. أسعار الذهب في محلات الصاغة بإذن الله نستعرضها. أسعار الذهب، عيار 18.708 جنيه، عيار 21.3160 جنيه، عيار 24.3611 جنيه. الجنيه الذهب سجل اليوم 25.280 جنيه. بشكر حضراتكم جدا إخواتي وأصدقائي. في الختام دايما أسأل الله لكم الخير كله يا رب، عاجله وآجله، ودمتم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.